والد حسام حبيب حسين حبيب طالع بيقول في تصريح ليه ان هو فلس بعد ما حسام اتجوز شيرين، وان حسام كان من ساعتها بياخد فلوس منه وفلس بسبب جوازتهم دي. يا لهوي على التضحية، يا لهوي. انا بجد رأيي اقطعوا النت على الاسرة دي، مش بس النت، ما تخلهمش يتكلموا في اي حاجة تاني، ما تطلعهمش في اي لقاءات في اي تصريحات. بجد يا جماعة ما تتكلموش. شيرين تغني، حسام برضو ممكن يلحن يغني، ممكن يجي منه قشطة. الحاج بقى حسين ابو الفنان حسام، لا يسكت خالص بقى، انت كبرت يا حاج وخلاص بقى. انا رأيي ان انت تريح كده وتبعد بقى خالص عن الوصف وعلى الاجواء دي، عشان بجد كده كتير يا اخويا. هي شيرين ناقصه فلوسك انت؟ يعني انت كنت بتصرف على حسام وشيرين؟ ما شاء الله الفنانه يعني عاملاهم قد كده، مش مستنياك يعني.